بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الفيديو الأول من فيديوهات الوحدة التامنة. الفيديو ده إن شاء الله رب العالمين هنحل معاه مع بعض في تمارين الكلمات بتاعت الليسن 1 وليسن 2 في اليونت 8. أول سؤال بيقول لك I need a. طبعا قبل ما أحل كده عايزك تفهم إن إحنا ممكن نستخدم كلمة need ونجيب بعدها اسم على طول، وممكن نستخدم need to ونجيب بعدها الفعل في المصدر. على سبيل المثال اقول لك I need money او I need to borrow money to المصدر. اقول لك I need a not job for 3 hours every day to increase my income. انا عايز وظيفة ايه لمدة 3 ساعات في اليوم عشان ازود مرتبي. هو عشان يزود مرتبه، يعني راجل شغال، فهو محتاج وظيفة بدوام جزئي. يعني ايه دوام جزئي؟ عايزك تفهم دي الاول كده عشان تبقى انت فاهم الدنيا. لو في شغلانة بنشتغلها 5 ايام اسبوعيا، بنشتغل مثلا، انت هتشتغل منها مثلا 3 ايام بس. لو انت اشتغلت الخمس ايام فانت كده شغال فول تايم. طب لو اشتغلت 3 ايام من الخمسه يبقى انت كده شغال بارت تايم. حلو. طيب فالراجل بيقول لك انا عايز وظيفه كده زود بها دخلي، يعني معنى كده ان هي وظيفه بدوام جزئي، يعني اسمها بارت تايم. طبعا انت عارف ان فول تايم معناها بدوام كلي، يعني يشتغل 5 ايام، بيرمننت دائم، وكمبليت يعني كامل او يكمل. There are 20 A for the same job. The salary is generous. المرتب ضخم او كبير، معنى كده ان في 20 كانديديت يعني متقدم. intern دي معناها المتدرب، وانترن برضو معناها يعتقل، وانترن معناها مستجد. لما نقول هي مثلا he is an intern doctor، يعني دكتور مستجد لسه جديد في الشغلانة. employer دي قلنا لها معنيين، معناها صاحب العمل ومعناها مكان العمل. الشركة بنسميها employer، وعمك احمد مدير الشركة اسمه employer برضو. interviews اللي هي اللقاءات الشخصية او المقابلات. طيب بعد كده في رقم 3، I worked for a clothes factory. اشتغلت في مصنع ملابس for 2 months، لمدة شهرين. هذا kind of كنوع من الانترنشيب اللي هو التدريب. طبعا انترن يعني يتدرب، معناها يتدرب ومعناها متدرب. ممبرشيب اللي هو العضوية، وسكولرشيب اللي هي المنحة او الدراسة. فانت اشتغلت لمدة شهرين في محل ملابس على سبيل التدريب. Is it a job for some time daily؟ هل الوظيفة دي لبعض الوقت يوميا؟ قال لك لا طبعا، دي وظيفة بدوام كامل. As I am in need of full salary، يعني عايز مرتب كامل يا عم، يبقى انا بشتغل full time. ما ننساش ان بارت تايم اللي هو بدوام الجزئي، temporary يعني مؤقت، او voluntary اللي هو تطوعي. hurricanes اللي هي الاعاصير، tropical storms العواصف الاستوائيه، are different kinds of natural ايه، دي انواع مختلفه من natural disasters. disasters اللي هي الكوارث، زيها برضو كلمه catastrophe اللي هي برضو الكارثه. holiday يعني اجازه، و celebration احتفال، و festival المهرجان. الجمله السادسه بقول لك يا فندم، Who was in A of the sales department after Mr. Adley had resigned. resign هنا معناها يستقيل، لكن في كلمة اسمها retire اللي معناها يتقاعد. فبقول لك بقى مين اللي كان ايه مسؤول عن الشركة يعني، او عن المبيعات او قسم المبيعات بعد استقالة المستر عدلي. طبعا chat اللي هو يدردش، وchoice يعني اختيار، بتساوي كلمة option، ومرنا على الكلمة دي قبل كده. charge دي لوحدها كده عايزك تفهم كلمة تشارج لوحدها، لو جبنا تشارج كده لوحدها، تشارج لوحدها كده معناها يشحن الموبايل مثلا، ومعناها يغرم شخصا مالا، يخليك تدفع فلوس. طيب ان تشارج اوف دي معناها مسؤول عن، دي بالظبط زي كلمة responsible for اللي برضو معناها مسؤول عن، دي اوف لكن دي فور. طيب الجملة بقى بتاعتنا هنا بيقول لك مين اللي كان مسؤول عن الشركة، فانت هتقول له in charge of. طب امال change، change دي كاسم معناها الفكة، الباقي بتاعك مثلا لما تروح تشتري حاجة فتاخد الباقي الفكة، ومعناها كمان change يعني يغير او تغيير. الجملة رقم 7 بيقول لك a او an is a person who works for a company. الراجل اللي بيشتغل for a company في شركة، or a factory او مصنع، for a limited period of time لفترة محددة من الوقت، without being paid دون ما ان يدفع له. الجمله دي لينا اكتر من وقفه معاها. الوقفه الاولانيه حضرتك ان كلمه without بيكون بعدها الفعل مضاف له ing دايما. حلو. with out بيجي بعدها الفعل مضاف له ing دايما، وممكن نستخدم being والpast participle. بنستخدم الفعل مضاف له ing امتى؟ لو كان الجمله مبنيه للمعلوم. طب امتى الpast participle مع being؟ لو كان مبنيه للمجهول. فعلى سبيل المثال اقول لك I like to meet people without knowing them دون معرفتهم، او without being identified دون ما ان يتم التعرف علي، دون ما ان اعرف. طب without being seen دون ما ان ارى. ده رقم واحد. الوقفه الثانيه سيادتك في الجمله دي كلمه company. احنا وقفنا قبل كده عند كلمه company دي
وقلنا لوحدها كده بتعامل على اسم لا يعد بمعنى صحبة، بتعملها بمعنى صحبة كاسم لا يعد. عشان كده I like to be in your company. طب لو انت قلت لي a company بقت كده اسم معدود بمعنى شركة، وجمعها companies شركات. طيب وجملتنا مالهاش علاقة بالحوار اللي بحكي لك عنه ده خالص والله، بس عايزك تعرف الكلام ده. بيقول لك هو الشخص اللي بيشتغل في شركة معينة من غير ما ياخد فلوس ده internship، اللي هو التدريب نفسه. طب intern معناها يتدرب او متدرب، يبقى الشخص ده اسمه intern. employer صاحب العمل، و employee الموظف يعني بياخد فلوس. safety ايه؟ من غير ما اكمل، safety measures، كلمة measure دي معناها يقيس هدوم على حد، و measures معناها معايير او اجراءات. فانت بتقول اجراءات الامان داخل المصنع must be taken seriously، لابد ان يتم اتخاذها بشكل جدي. طبعا مانرز اللي هي الاخلاقيات، وكايوز اللي هي الصدى يعني، او الصدى الصوت يعني، لا اللي هي زي كلمة ايه، زي كلمة مس بالعربي دي اسمها ايه بقى، فوضى، اللي هي فوضى دربكة يعني، بتساوي كلمة مس اللي هي ام اي اس اس، كايوز زي مس، بلينز طبعا طائرات. فانت قلت لي بقى سيفتي ميجرز اللي هي اجراءات الامان لابد ان تؤخذ في الحسبان. ذا هيومن ايه discusses adding some members. في اي شركه يا شباب في قسم اسمه الاتش ار، الاتش ار ده اللي هو هيومن ريسورسز، ده بيدرس احوال الموظفين العمال، ولو في قسم بينقصه موظف مثلا فده اللي بيعمل يعني استشاره ليه. فالقسم ده اسمه هيومن ريسورسز اللي هو قسم الموارد البشريه الموجود في اي شركه. الجمله اللي بعد كده بيقول لك I was in not danger، انا كنت في خطر ايه، when the snake entered my room through the window، لما الثعبان دخل غرفتي من خلال الشباك، overlooking the garden، اللي بتطل على ال overlook يعني يطل على the garden اللي هي الحديقه. فانا كنت في خطر جسيم او خطر كبير، يبقى colossal. كلمه colossal دي معناها خطر، معناها جسيم او كبير او هائل. achievable يمكن تحقيقه، advanced متقدم، voluntary تطوعي. I have to not for the full time membership of the club to take part in the vote. انا كان لازم اتقدم لعضويه، يبقى apply for، اتقدم بعضويه كامله في النادي عشان اصوت مع الناس اللي بتصوت. طيب evaluate يعني يقيم، بتساوي كلمه ايه اللي خدناها قبل كده يا ترى، بتساوي كلمه assess اللي معناها يقيم. طيب trace دي، trace دي معناها انك انت تكتب نقط كده وتعيد عليها، وtrace بقى معناها كمان يتتبع، lack دي معناها نقص ومعناها ينقصه، دي خدناها قبل كده في منهج الترم الاولاني. لو معناها نقص فهي هتساوي كلمه shortage، لكن هي معناها ينقصه مش هتساوي shortage. ليه يا مستر؟ عشان كلمه lack دي يا فندم، كلمه lack دي verb، بتستخدم كفيرب وبتستخدمها كناون، لكن كلمة شورتج دي ناون بس. طيب اللي بعد كده بيقول لك each candidate، كل واحد من المتقدمين is kindly asked to send their not by email، بالطلب منه بان هو يبعت الايه بتاعته في بالايميل. طبعا البرودكتيفيتي الانتاجيه، مانجمنت الاداره، ايكونومكس وعلم الاقتصاد، كريكولم فيتاي او الفيتاي اللي هو السي في يعني اللي هو الملف التعريف الشخصي بتاعك. When you are responsible for a crime اللي هي السيرة الذاتية، سوري، لما تكون انت مسؤول عن جريمة فده معناها ان انت in charge of معناها مسؤول عن، ولا charged with معناها متهم بها. عايزك تفهم حتة كده، ما هو انت لما تكون انت مسؤول عن القتل يعني انت اللي قتلت، لا افهم الحتة دي. in charge of مسؤول عن معناها مطلوب منه الاهتمام بها، لكن charged with معناها مسؤول عن، معناها هو مرتكب الجريمة دي. فلو انت عملت حادثه فانت تشارجد ويز يعني مرتكب الحادثه. طب انت بقيت مسؤول عن الشركه يعني انت مطلوب منك الاهتمام بالشركه، فهي اسمها ان تشارج اوف، زي ريسبونسبل فور. سكسس، النجاح، ان لايف از بيست اون، از بيست اون يعني مبني على او قائم على، العمل الجاد، و ديترمينيشن اللي هو الاصرار، ديتيريوريشن اللي هو التدهور او الخراب، اليمينيشن اللي هو يجتز الشيء يعني، يعني القضاء على، وايفا افيشن دي اللي هي الملاحه. You should not your internship on something you really enjoy. لابد عليك أن تبني تدريبك على شيء تستمتع به. Base something on يعني يبني شيء على. Sit دي معناها يجلس. Make يعني يجعل. Leave يعني يغادر. A knot is an area of that is partly covered with water or is not dry most of the time. منطقة بتكون متغطية نسبيا بالمياه، معنى كده اسمها wetland، الأرض المبللة يعني. كان عندك كلمة اسمها فيرستس اللي هم الأوائل، لكن فاينالست اللي هو الأواخر يعني. فت يعني يناسب أو يليق بي، وكراود اللي هو الزحام. I had to go to the to take off a bath to a bad tooth، أنا رحت فين عشان أخلع السنة البيضة
اكيد الدنتست اللي هو دكتور او طبيب الاسنان. ديبارتمنت يعني قسم، فاكتور يعني عامل، وفيدباك للتغذية الراجعة. التغذية الراجعة يا مستر يعني اوبينيون، اوعى تكون فاكر ان التغذية الراجعة اللي هي الاكل يعني تغذية وكده، لا التغذية الراجعة يعني معنى اوبينيون. حتى انا بقول لك اكتب لي ايميل او اكتب لي مقال وانا هديك الفيدباك، يعني هديك رأيي. ignorance اللي هو الجهل is one of the not that lead to terrorist activities، هو واحد من العوامل اللي أدت إلى الأنشطة الإرهابية، terrorist إرهابي. factor يعني عامل طبعا. I have got three advanced not qualifications at grade A in business studies، أنا حصلت على ثلاث مؤهلات مستوى أول اللي هو level. mark دي يعني درجة، level مستوى، sign يعني علامة، و symbol يعني رمز. بعد كده I was careful to make notes of everything، احنا متفقين قبل كده ان احنا ممكن نقول make notes، take notes، or write down، كلهم بنفس المعنى. of everything not the lecture، انا بقول لك انا كنت حريص ان اسجل كل حاجة throughout the lecture، يعني بطول او على مر او على مدار المحاضرة. basically معناها بشكل اساسي او اصلا. professionally معناها بشكل احترافي. fluently معناها بطلاقة. Sama is paying not for her wedding dress، سما بيعملها ايه عشان يعملها فستان زفاف؟ اكيد is being measured، بيتم اخذ مقاييسها. act يمثل، participate يعني يشارك، و volunteer يتطوع، و volunteer متطوع. I paid a professional designer، دفعت فلوس لمصمم محترف عشان يصمم لي my web page profile اللي هو صفحة الملف الشخصي. وما تنساش ان profile تستخدم بمعنى position اللي هو الوضع او المكانة. waitress اللي هو الجرسونة أو النادلة. candidate المتقدم للوظيفة. intern المتدرب. this not of the performance is impressed us all، الامتياز في الأداء أبهرنا جميعا. internship تدريب. excellence امتياز. excerpt دي بقى يا فندم ليها موضوع معاك عايزك تعرفه، بتساوي كلمة quote، بتساوي كمان كلمة extract اللي هم معناهم مقتطفات أو مشتقات. calamity اللي هي الكارثة. these exercises are prepared for average students، التمارين دي معمولة للطلبة اللي مستواهم متوسط. not for the not level، مش للمستوى الادفانسد اللي هو المتقدم. colossal دي معناها كارثي، لا سوري colossal معناها ضخم. achievable يمكن تحقيقه. و trifling دي معناها تافه. The committee اللجنة needs to note how well the new plan works، اللجنة تريد أن تقيم مدى جودة الفكرة. evaluate يعني يقيم. apply يعني يتقدم إلى وظيفة. lift يعني يرفع ومعناها كمان مصعد. وقلنا قبل كده لما أقول لك give me a lift يعني توصلني بالعربية. lack يعني نقص وينقصه، لو هي معناها نقص يبقى تساوي shorted، كلام بتكرر. she studied A at university and now she works as an accountant، شغالة محاسبة يبقى درست كده الإيكونومكس اللي هو علم الاقتصاد. productivity الانتاجية. management الادارة. curriculum vitae اللي هو السيرة الذاتية. this is a not watch، هذه ساعة digital يعني ساعة رقمية. in a cv في السي في. contact details اللي هي التفاصيل الشخصية، البيانات الشخصية، اسمك ومتجوز ولا مش متجوز والقصة دي. he is no criminal، هو ليس مجرما. it is clear that he not in self defense، هو ليس مجرما، من الواضح انه acted يعني تصرف بذلك المنظر يعني دفاعا عن النفس. achieved حقق. measured يعني قاس. volunteered تطوع. she is not an engineer، هي مهندسة. but she preferred to work in the field of the teaching، هي مدرسة اصلا اللي هي اسمها basically. she is basically an engineer يعني اصلا مهندسة لكنها حبت تشتغل مدرسة. this famous actress الممثلة المشهورة دي started her work life as not in a pizza restaurant، الممثلة المشهورة دي بدأت حياتها العملية كمتدربة في محل بيتزا. طبعا لا، يبقى نستبعد intern. طب بروفايل ملف شخصي او معناها وضع، برضو نستبعدها. candidate متقدم لطلب الوظيفة، برضو نستبعدها. هي اشتغلت في المطعم. waitress نادلة، يبقى waitress الاولى. بعد كده رقم 32، when a goal is not، عندما يكون الهدف ايه؟ it can be reached، يمكن ان نصله لانه هدف achievable يمكن تحقيقه. طبعا colossal يعني ضخم، advanced متقدم، و trifling يعني تافه. the team really not a talented playmaker، الفريق فعلا، ركز بقى على الكلمه اللي هكتبها لك دي، ينقصه. ينقصه يعني lacks. هل ينفع هنا نقول بتساوي كلمه shortage؟ لا ما تساويش shortage. كلمه lack دي هنا كفعل، واحنا عايزين كلمه ينقصه يبقى lack.
لكن لو هي ناون باء بمعنى نقص، فهي باء لاك هتساوي شورتج. طيب رقم 34 سيلف نوت از ا جود كواليتي ان ا جود ان ا جوب كانديديت. السيلف ايه هي؟ صفه جيده في المتقدم للوظيفه. اكيد السيلف برودكتيفيتي الانتاجيه، ولا السيلف مانجمنت اداره الذات. اكيد اداره الذات هي صفه كويسه لو انت متقدم للوظيفه. All businesses now pay too much care to digital. الكثير من الشركات اليومين دول بتهتم بشكل كبير بالديجيتال ماركتينج، اللي هي التسوق الالكتروني او التسويق الالكتروني، ان هو يعمل اعلانات على الانترنت. A kind gentleman not to help the child cross the road. واحد من الناس النبلاء تطوع لمساعدة الأطفال عبور الطريق، يبقى volunteer ده تطوع. الجملة اللي بعد كده I am a manager of a big staff. أنا مدير لهيئة كبيرة من العمال، عشان كده I have to behave، لازم أتصرف professionally بشكل احترافي. طب fluently بطلاقة، دي مع الكلام، مع الكلام أقول لك بتحدث بطلاقة. The not of economic reform needs all citizens to be patient. عملية الإصلاح الاقتصادي تحتاج من المواطنين أن يكونوا جميعا صبورين. Resources يعني مصادر، measure يعني يقيس، و beings اللي هي المخلوقات يعني أو الأشياء. You're not decreases. إيه اللي بيقل؟ If you are overworked، لو أنت عليك شغل كتير، أو under stress أو تحت ضغط، أكيد إنتاجيتك اللي هي productivity. We need a new not for competing pollution. كلمة compete يعني يكافح، يكافح لمكافحة التلوث. فإحنا محتاجين a new strategy، استراتيجية أو أسلوب أو نمط جديد. Those who not in public services are positive citizens. هم مواطنين إيجابيين، أولئك الذين يشاركون في الأعمال الخدمة العامة. يبقى اللي بيشاركوا في الخدمة العامة ناس إيجابيين. Not is an action، هو الأكشن خصوصا اللي هو رسمي، يعني الهدف منه ان تتعامل مع مشكله معينه، الحاجه الرسميه اللي تتعامل بها مع المشاكل اكيد الاجراءات، يبقى ميجر. حتى انت بتسمع بتقول الحكومه اتخذت اجراءات صارمه. Any job is one someone only does for some of the time، لبعض الوقت، يبقى دي اسمها بارت تايم جوب، يعني وظيفه لبعض الوقت اللي هو بنسميها دوام جزئي. 44 بيقول لك means ways or procedures، هي الطرق او الاجراءات، اكيد الميجرز، ما هي ميجرز يعني اجراءات. The not department، قسم الايه، finds people who to work and organize training، بيجد الناس اللي هيشتغلوا في الشركه وبيدرب الناس ومسؤول عنهم، اللي هو بنسميه الهيومن ريسورسز، اللي هو مصدر او قسم الموارد البشريه. is a person، هو شخص، who is interested in getting a specific job، الشخص اللي بيهتم بالحصول على وظيفة معينة، اللي بنسميه المتقدم، الكانديديت طبعا انترن مدرب، الهيومن بينج اللي هو المخلوقات البشرية يعني كائن بشرية، او هيومن ريسورس للمصادر او الموارد البشرية. طيب is a person who is working at a company، الشخص اللي بيشتغل في شركة for a short time، لفترة قصيرة، to get work experience، عشان بس يكسب خبرة، للمدرب اللي هو الانترن. is a big problem أو is big problems or accidents، المشاكل الكبيرة أو الكوارث الكبيرة اللي هي disaster. is a summary of a person's education، ملخص لتعليمك وخبراتك ومهاراتك، ده CV اللي هو curriculum vitae، والبريطاني بيقولوا عليه curriculum vitae. something that is not is very large، الشيء الايه معناها ان الشيء ده very large يعني ضخم جدا، يعني colossal، ما هو ده ضخم أو هائل. trifling اوعى تنساها، يعني تافه. full time دوام كامل، part time دوام جزئي. is when someone works for a company، لما حد يشتغل في شركة to get work experience، عشان بس يكسب خبرة، ده هو التدريب الانترنشيب. خد بالك هنا بقول لك is when، يعني عندما يعمل الشخص يبقى تدريب، لكن is a person who، الشخص اللي يشتغل اسمه الانترن. and what job is when someone does for the whole، لمعظم الأسبوع، يبقى الفول تايم أو لكل الأسبوع. 53 means a person، معناها الشخص اللي هو human being، الكائن البشري يعني. means to be responsible for، انك تبقى مسؤول عن، قلنا responsible for بتساوي in charge of، يبقى be in charge، لكن be charged دي معناها يغرم، يدفع فلوس عشان هو عمل حاجة غلط. بعد كده الميني تيست الاولاني، I am able to build a website، انا قادر على تصميم او انشاء موقع الكتروني. كلمة build هنا معناها يصمم، يعني هتساوي design، وكمان معناها ينشئ، هتساوي create، يبقى انت هتاخد لي create. I'm going to not an internship، انت عارف يقوم بعمل تدريب اسمها do internship. على فكرة كان ممكن نقول enroll on، يسجل اسمه في تدريب، او join برضو ممكن يلتحق بالتدريب.
I am sure you have the ability to not the correct choice إنك تقوم بعمل الاختيار اسمها make a choice. They not bird watching near the lake. هو المصطلح اسمه go bird watching يعني يذهب لمشاهدة الطيور فده ماضي. She has not employment in a supermarket. هي حصلت على أو وجدت وظيفة في سوبر ماركت يبقى found. move on يعني ينتقل أو يستمر في make يعني يفعل أو يعني يصنع وgo يعني يذهب. I was very nervous. أنا كنت متوتر جدا when I not my first talk. عندما قدمت أو أعطيت give a talk يعني يلقي كلمة. As a university student you can not only part time job. أنت ممكن تشتغل فقط only part time. خد بالك بقى في الحتة دي عشان فيها لعبة. تمثل إيه في إيه اللعبة حضرتك؟ إن أنت ممكن تعمل حاجة من الاتنين دول. ممكن تقول work part time وتسكت أو إنك تقول do part طبعا هنا في ايه part time job. تاني كده انك تقول لي يعمل جزء من الوقت او يؤدي وظيفة لبعض الوقت فهنا في part time مفيش job يبقى ناخد do sorry ناخد work ناخد work هنا في دي كده ناخد work زي ما انا عملت لك في المثال اللي فوق ادي هنا ناخد work الاولى خد بالك قلنا work part time work part time لكن لو انا عايز اخد do هقول لك do a part time job. طيب the task seems impossible تبدو المهمة مستحيلة but I know that challenge لكنني أقبل التحدي يبقى accept the challenge. My PC personal computer اللي هو الكمبيوتر الشخصي يعني stopped because something not wrong في حاجة حصلت غلط أو في عطب حصل يبقى go wrong. لما تقول something went wrong يعني في حاجة باظت في حاجة تعطلت. The goals not for this child doesn't suit الأهداف اللي تم وضعها set goals يعني يضع أهدافا كان ممكن نقول the goals بدل ما هي set نقول given أصل الجملة كانت المفروض which are أو which were يعني أيهما given فحذفنا ضمير الوصل نعزف الفيرب to be بنستخدم given لوحدها وتبقى الجملة the goals given أو the goals set اللي كانت which were set. رودينا كان a some musical instrument تعزف أدوات موسيقية يبقى play musical instrument. الجزء اللي بعد كده the statue of Ramses the second تمثال رمسيس الثاني is colossal. colossal يعني ضخم أو هائل. الكلمة دي colossal عكسها في المعنى me tiny أو من يوت. ما أنت عارف إن الكلمة دي من يوت كده لها نطقين. لو نطقناها من يوت يبقى هي بتساوي كلمة tiny يعني very small. طيب لو نطقناها منت يبقى معناها دقيقة دقيقة بتاعت الساعة يعني. طيب بعد كده how أو he can charge he was charged with disturbing the authorities يعني هو متهم بإزعاج السلطات. كلمة charged يعني متهم في الجملة دي بتساوي كلمة accused بس خد بالك انت بتقول charged with أو accused of. I was أو I want to know عدت الشايف الحمد لله I want to know Who is in charge here? أنا عايز أعرف مين المسؤول هنا. جملة in charge ممكن نحط مكانها Who is responsible. خد بالك أنت ما خدتش أنت عارف أن responsible for و in charge of بس أنت لما تقول in charge of يعني مسؤول عن طب responsible for مسؤول عن أنت مش عايز حرف الجر أصلا في العربي. أنت قلت لي أنا أريد أن أعرف من المسؤول هنا ما قلتش عن فشلنا عن. Buying All these toys is a colossal waste يعني إهدار كبير للمال. كلمة colossal هنا بتديك نفس معنى very large كبير very large يعني ضخم يعني طبعا منيوت قلنا صغير tiny دقيق أو صغير average معتدل. كلمة average دي وإحنا بنحل في الامتحانات بتساوي كلمة mild يعني متوسط بتساوي كلمة moderate اللي برضو معناها متوسط. Human being is to not زي calamity بالنسبة لديزاستر كارثة ودي كارثة يبقى الهيومن بينج المخلوق أو الكائن يعني اللي هو الشخص يبقى person نفس المعنى يا حبيبي. المينتست التالت بقولك صلاح is a football يبقى تعبا نترجم الكلمات دي عشان ما نضيعش كده. colossal دي معناها ضخم أو هائل. طيب colossus برضو معناها ضخم أو هائل. طيب الفرق بينهم ان colossal دي adjective لكن colossus دي noun. كلاميتس دي معناها كارثي ادجكتيف برضو. طب كولوسالي معناها بشكل كبير او بشكل ضخم. حلو
طيب لاحظ اصلا ان الظرف بنضيف ال واي للصفه، يعني احنا شلنا ال واي بعد كلوزر اللي هي دي اللي هي الصفه. طب صلاح، محمد صلاح ده بيكون از ا فوتبول ايه؟ انت عايز او ان صفه، يبقى انا عايز هنا اسم، الاسم اللي هو كولوسس. صلاح از ا نوت تالنتد فوتبولر، بقول لك صلاح بيكون لعيب موهوب بشكل كبير، يبقى كولوسالي. صلاح هاز ا نوت تالنت، صلاح عنده تالنت يعني موهبة كبيرة، فانت عايز هنا صفة، الصفة اللي هي adjective، يبقى كولوزال اللي هي رقم C. This solution is not only here, don't try it anywhere. الحل ده يمكن او قابل للتطبيق هنا، يبقى applicable اللي هي رقم D قبل تطبيق، لكن apply يعني يطبق، application تطبيق او برنامج، applied يعني تطبيقي. لو انت فاكر الابلايد لينجويستكس اللغويات التطبيقيه، ابلايد فيزيكس الفيزياء التطبيقيه، الجمل دي محتاج اقولها تاني معاك، ركز معايا. انت بتقول صلاح يكون فوتبول كولوسس، يعني محمد صلاح يكون لاعب كره قدم ضخم هائل كبير. طب ما انت قلت لي برضو كولوسال دي معناها ضخم. ايوه بس انت عارف ان او ان صفه اسم، الاسم كولوسس. لو انت طلعت سلمه واحده بس كده هتلاقي كلمه كولوسس مكتوبه في الجدول اهي، كولوسس مكتوبه بالجدول، مكتوب عليها شيء ضخم او عملاق، هنا برضو ضخم وعملاق او هائل. الفرق ان كولوسس اللي هي اس اس يو اس دي ناون، لكن كولوزال دي ادجكتيف. طيب في الجمله اللي بعدها احنا قلنا محمد صلاح بيكون تالنتد يعني موهوب بشكل كبير، انت عايز ظرف. هنا بقول محمد صلاح لديه موهبة كبيرة، أنا عايز كلمة كبير اللي هي صفة، اللي هي صفة كلوزال اهي اللي هي معناها كبير أو هائل، ودي صفة. طيب خلص الموضوع ده كده. اللي بقى الناحية التانية، I studied not physics، أنا درست الفيزياء الإيه؟ التطبيقية، اللي هي اسمها إيه بقى يا سيدي؟ اسمها Applied Physics اللي هي رقم A. Applied Physics يعني معناها الفيزياء التطبيقية. I intend to not the same method، أنا ناوي إن أنا أطبق، يطبق يعني Apply. ما احنا قلنا Apply التطبيقي، application التطبيق اللي هو الاب يعني، وابليكابل قابل للتطبيق. سم ترابل ميكرز، بعض المسبب المشاكل، ك وير ايه حصل لهم ايه؟ وير انترند يعني تم اعتقالهم. ما انت عارف ان كلمه انترن زي ما قلنا معناها متدرب، معناها مستجد، ومعناها يعتقل كفاعل، فبعض الناس دول تم اعتقالهم لانهم عاملين مشاكل. 8 there are أو there are 15 not in our company، في 15 intern متدرب، اللي هو interns عشان 15 اسم جمع فناخد الاسم جمع. 15 students are doing not، 15 طالب بيعملوا internship تدريب في شركتنا. it will be a real A، ربما تكون A حقيقية، if it doesn't rain this year too، لو الدنيا ما مطرتش النهارده كمان فدي هتكون كارثة حقيقية. لما تيجي نترجم calamity دي ناون بمعنى كارثة، calamitous دي adjective بمعنى كارثي، طب colossus دي معناها ضخم أو هائل، colossal برضو معناها ضخم أو هائل، بس دي صفة لكن ده اسم. اللي بعد كده الميني تيست نمبر 4 اللي هو قبل الأخير يعني، معلش هانت يا جماعة، بقول لك I'm looking not an internship at a car factory، أنا ببحث عن، يبقى look for اللي بتساوي search for. I like meeting and talking to people، بحب أقابل الناس وأتحدث إليهم. So the job of tour guide، عشان كده وظيفة مرشد سياحي، is a good fit يعني مناسبة بشكل كبير بالنسبة إلي. Tell me what is going on، أخبرني بما يحدث. في الجملة دي كلمة go on يعني يحدث أو يستمر يعني، يبقى معنى كده إن هي معناها what is happening يعني يحدث، يبقى occurring و happening. وهيسألني سائل، مش يا مستر كلمة go on دي معناها يحدث، ولما تقول لواحد go on never stop يعني استمر؟ اه بس احنا بنترجم السياق، انت بتقول لي اخبرني ما الذي يحدث، كلمة يحدث يعني happen ويعني occur. طيب طب she asked me to go on، طلبت مني ان استمر، يبقى هتساوي go on، هتساوي continue. when someone not a task he agrees to do it، بص يا فندم، ولكن لما الشخص يوافق انه يشتغل شغلانه معنى كده ان هي تيكس اون، تيك اون يقبل شغلانه، لوك فور يبحث عن، فايند اوت يكتشف او يجد، تريس تو يعني يرجع الشيء السبب في شيء الى سبب اخر يعني، تريس ذا اكسيدنت تو عمر يعني يرجع الحادث الى عمر. ام ان تشارج اوف ذا سيرفي، هنا بقى كلمه ان تشارج اوف معناها مسؤول عن، مسؤول عن بمعنى مطلوب منه القيام بالشيء او الاهتمام بالشيء يعني، هتساوي ريسبونسبل فور،
يبقى I am responsible for, I have responsibility برضو يعني A and B. When you have regular communication with someone, لما يكون في اتصال بينك وبين شخص ده معناها you are in touch with them أو in contact with them, يعني كده الاثنين صح. I'd like very much to participate in the public كذا, participate إني أشارك فيه. I go to school in my car, بروح العربية بتاعتي, or rather أو بالأحرى my father's car. مش فاهم الحتة دي. بص يا باشا, أنت راكب عربية أبوك دلوقتي ماشي في الشارع, حلو, فواحد صاحبك بيرن عليك أنت فين يا ابني, فأنت بتقول أنا في عربيتي أو يعني عربية أبويا. كلمة أو يعني دي اسمها or rather. بطريقة تانية, أنت بتتكلم في بالتليفون بتاع زميلك عمر, حلو, بتكلم في تليفون عمر, بتكلم واحد اسمه سامي, سامي بيقول لك انت ما ردتش عليا, فرحت انت قايل له والمصحف انا كلمتك يا عم من تليفون عمر او من تليفوني او من تليفون عمر, يعني بكلمه بالاحرى يعني يعني دي بالمصري. يعني مثال تاني عشان المثال اللي فات ده انا لخبطته عجنته, تاني معايا كده, انت بتكلم سامي من تليفون عمر, فزميلك سامي بيقول لك انت ما كلمتنيش, فتقول والله كلمتك من تليفوني او بالاحرى تليفون عمر, يعني تليفون عمر. مش عارف وصلت ولا لسه. في 8 بقى بقول لك انا بروح المدرسه بعربيتي او يعني اقصد عربيه ابويا. كلمه او يعني اقصد دي اسمها or rather. He succeeded in carrying the task before the deadline, هو تمكن من ان ينهي او ينفذ, يبقى carry out اللي معناها ينفذ. وكان في حته كده جت في كتاب my friend كان بيقول لك ان كلمه impact اللي معناها تأثير برضو معناها ينفذ, لأنها ما كانتش impact كانت effect, sorry كانت effect 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 اللي هي EFFECT اللي معناها برضو تأثير. يعني كلمة effect بتساوي carry out يعني ينفذ. I have never heard of this writer before, ما سمعتش قبل كده عن الكاتب ده. يعني ده معناها ان I know him before now, ده معناها اني انا لم اعرفه, يبقى didn't know him. طبعا النيو ان انت عارفه, didn't listen to him لم استمع اليه, I listened to استمعت اليه. انت بتقول لي انا عمري ما heard of, ما سمعتش عنه. hear of او hear about معناها يسمع عنه. طيب بعد كده, لكن لو قال لك hear from بقى, لو كانت I didn't hear from لم اسمع منه, معنى كده ان I didn't listen to him. From the city center, not the ring road. خروج بداية من وسط المدينة, down to وصولا إلى كذا, يبقى دي معناها وصولا إلى. أنه ماركتينج معناها أنك تبيع الحاجات باستخدام الإنترنت, يبقى digital marketing. When we say that something has come up, لما نقول إن في حاجة معينة has come up حصلت, ده معناها إن it occurred يعني حدثت. طيب reach يصل و arrive يعني يصل. في شيء معين came up يعني شيء حدث. نيست الخامس الأخير, I sent my note as an email attachment, أنا أرسلت طلب التقدم كإيميل attachment. هنا محتاج أفكرك بحاجة, إن كلمة application وقلنا دي قبل كده اللي بتساوي app هتساوي program, ده كلهم كده بقى التطبيق اللي هو معناه برنامج. لكن كلمة application اللي هو معناه تطبيق يعني اعمال شيء معين او اللي معناها استمارة الوظيفة, في الحالة دي ما تسويش كلمة اب. وبناء عليه انت بتقول انا بعت الاستمارة بتاعتي كايميل اتاتشمنت, يبقى ابليكيشن بس. طب هذا تطبيق موجود ببلاش على الكمبيوتر يعني البرنامج, يبقى ابليكيشن واب صح, يعني كده اي اند بي. The manager is abroad, المدير خارج البلاد, on a business, so currently I am in charge. بس ليه انت بتقول لي المدير خرج بره في شغل, معنى كده ان انا مسؤول اليومين دول. طب ليه مش in charge of, اصل مسؤول عن لازم تجيب بعدها اسم. زي الجمله رقم 4 بقول لك I am not the company, فانت هتقول مسؤول عن الشركه, يبقى in charge of the company. طيب الجمله اللي بعد كده he is not the bank robbery, هو مسؤول عن السرقه بتاعت البنك. طب يعني هل هو مطلوب منه الاهتمام بسرقه البنك؟ لا, معناها ان هو متهم بسرقة البنك, يبقى accused of او charged with, اللي هي دي اللي ممكن نستخدم مكانها accused of. ركز ان انت هنا قلت لي ان charge of مسؤول عن, بمعنى مطلوب منه رعاية المكان. You are very clever, انت ذكية يا ردينا. You're not or excellent, الجريتس بتاعتك الدرجات بتاعتك ممتازة.
if you are married لو انت متزوج include your marriage certificate اللي هي ايه شهادة الزواج اللي احنا بنسميها قسيمة الزواج. The weather forecast says the temperature is going to be 43 knots tomorrow. الطقس نشرة الجوية يعني بتقول ان درجة الحرارة هتكون 43 degrees درجة غدا. شرحنا الفرق بين degree و temperature، قلنا temperature درجة حرارة من غير رقم، لكن degree درجة حرارة رقمية. اظن ان احنا كده خلصنا ولم يبقى شيء، خلصنا الحمد لله كده. ده اول فيديوهات الوحدة التامنة. امشي بقى كده على الجدول ان شاء الله عشان توصل معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.